اهلا بحضراتكم من جديد، بنرحب بضيفنا الكابتن محمد الالفي. في البدايه طبعا نجم مصر في كره اليد، وكان طبعا رئيس لجنه المسابقات والصالات في بطوله العالم، وعنده كثير من الكواليس، ولكن بنرحب بيك الاول يا كابتن محمد. اهلا بيك يا فندم قلبي، منورنا ونورك والله العظيم بنوركم عشان تبقى فاهمين. الاهلي انا دايما ببقى عارف ان الاهلي كل الناس بتقول الاهلي منورين، عشان طبعا كابتن حضرتك يعني منورنا ومشرفنا، والحديث مستمر ان شاء الله من الحلقه اللي فاتت عن بطوله العالم والكواليس. يعني الاول اسمع تعليق حضرتك على إقامة المباريات بدون جمهور النهاردة بعد قرار طبعا. والله الحقيقة في أغسطس اللي فات اللي هم فرانس فايف دي اللي هي هتذيع الماتشات في أوروبا، قالوا لي إنها هتبقى تعمل من غير جمهور. فإحنا حتى أيامها كانت اللي أنت عارف اللي عندنا الصيف يعني صيف. فالكورونا ما كانتش موجودة بالكثرة اللي هي فيه دلوقتي. تمام. بعدين هم عملوا بطولة أوروبا، بعدين وافقوا على 50% اللي هو الاتحاد الاوروبي والاتحاد بتاع اسيا وكده يعني. جم بعديها مثلا في نوفمبر قال لك 30%، ماشي. تمام. عملوا في ديسمبر بطوله اللي هي الدنمارك، اللي هي بطوله العالم، بطوله اوروبا للسيدات، عملوها في الدنمارك بابل، يعني زي موجودين زي ما هم عاملين وما فيش جمهور. وانت عارف الجمهور في المانيا حتى بيحطوا صور الناس والناس تدفع فلوس وحاجات كده. فجاء بقى من اسبوع كل الناس كلموا الاتحاد الاوروبي، الاتحاد الاوروبي كلم الدكتور حسن وقالوا له ان احنا عايزين نعملها من غير جمهور. فهو الدكتور حسن النهارده كان مع الدكتور اشرف صبحي ومعالي رئيس الوزراء حضر اللجنه العليا فعلا، وراحوا بالتالي راحوا للدكتور مصطفى، ما اعرفش بقى تدورات، لكن هم قرار نهائي. وصلت هنا قرار نهائي انه ما فيش جمهور. طب شايف ده اكيد يعني ده اكيد افضل يعني، يمكن احنا تابعنا خبر افضل طبيا الحقيقه. لكن بالنسبه لفرقتنا، فرقتنا مظلومه الحقيقه. يعني انا مش عايز اقول مش طلع لهم حجج من قبل كده، لكن الفرقه كويسه. المفروض كانت تلعب 15 ماتش مع فرق فيرست كلاس، وهي لعبت مع البحرين ومش هنقول سكند كلاس، البحرين مثلا ثالث يعني تصنيف ثالث. البرازيل اللي كانت هتلعبك وما جاتش، اليابان تصنيف رابع. يعني البرازيل مش جايه، لا جايه هتلعب بطوله جاي بس يوم مش جايه، بس هتتاخر فمش هنقدر نعمل مع ماتش، مش هنقدر تلعب. كنا هنعمل ماتش يوم السبت اللي فات. فطبعا الولاد ما لعبوش ماتشات دي مستواها كويس. هتلاقي في الماتشات بتاعت اليابان الثلاثه اللي كويسين او الاربعه اللي كويسين اللي محترفين بره، يعني اذا كان يحيى خالد جايين جاهزين، واحمد هشام دودو وسند وممدوح هاشم شويه. لان يعني هم دول اللي خلصوا دوري بطوله اوروبا وجايين جاهزين يوم 31 اللي فات ديسمبر. ويمكن يا كابتن